قلت ايه يا مريم؟ على ايه يا بابا؟ على جوازك من وجدي. انا يا بنتي عيان وعايزه اطمئن على مستقبلك. انت ليه مش عايزه تتجوزي وجدي؟ انا بصراحه مش لاقي فيه اي عيب. مش عارفه يا بابا، مش حاسه بيه. جايز دمه تقيل. وجدي دمه تقيل؟ امال مين بقى اللي دمه خفيف؟ ده احساسي يا عمتي. احساسك ده ايه؟ بطلي بقى امور الدلع. نفسي مره تعرفي تاخدي قرار في حياتك. بنتك طول عمرها ما تعرفش مصلحتها يا توفيق. تسيبي السيرك وتشتغلي في كباريه زي ده؟ اللي بنكسبوه من المخروب ده الطاق ثلاثة من اللي كنا بنكسبوه من المدعو السيرك. انتي مش هتبطلي كلامك الغريب ده يا سعد؟ يا اختي قولي لي اشتريتي العجله دي امتى؟ دي هديه بابا ليا لما خدت الليسانس. يا وعدي على الاسانس، يا وعدي على الاسانس. عارفه لو كان عندي اب زي ابوكي ما كنتش اتلطمت ولا اتمرمطت المرمطه دي. ده حتى ابويا ما لحقناش نشوفوه. ايه بس اللي خلاكي تعذري يا سعد؟ يا اختي انت مسكريتك داية والشقة عجل المزاجي ومش عارفة اللي يخشوا مزاجي نمسكوا فيه. طب لسه كتير؟ انا نفسي اتقطع. جمدي قلبك كده امال، يجي ثلاث اربع ادوار. وبعدين الشقة هتعجبوكي قوي. طب ليش سرايا؟ تعالي يا قمر تعالي. يا اهلا يا مرحبا، اتفضلي بيتك ومطرحك. اتفضلي اطلع. انتي عاملاه في بيتك ده يا سهر؟ مش عاجبك الشقه؟ يضايقك يعني لو اروح انزل في اوتيل؟ ايوه بنتي مفتوح وتنزلي في اوتيل ازاي يعني؟ ولا يهم، هنقلبوها عليها وبطيها ونخلوها لك زي الفل، هنشيل الضوافر ونخلي البيت زي القشطه، وانا تعالي روحي. دي اوبرا.
روفات. عليا النعمه كل واحد من اللي بيغني ده لهمت ولا بيصرخ ده بلع له يجي 10,000 كده اهو. طب خلاص اتفضلي بقى حطي الميوزك اللي انت عايزاها. بتونس بيك لكن انت مونساني. وانا قولي لي بقى ناويه تعملي ايه يا قمر؟ انا اتفقت مع بابا وعمتي نجي هنا اسكندريه وافتح مكتب واشتغل. حلو جميل. تفتكري لو فتحت مكتب واشتغلت محاميه يعني انفع ممكن انجح؟ ايوه. هو احنا كنا بنتعلمه العالم ده كله ليه؟ عشان تقولي لي انجح ولا ما انجحش؟ تقولي لي يا ترى ويا هل ترى؟ يا اختي انا عايزاكي مره تجمدي قلبك كده وتعملي اللي على مزاجك. ايوه. ويوم تلوحين لي على لوحة المغرب المخملي تباشير شال يجر نجوما يجر كروما يجر غلال سأعرف أنك إيه يا ماما اللي انت بتقولي ده؟ يا حبيبتي مش فاهمة ولا حاجة. معقول يا المهم الكلام ده ننفعه نلحنه ونرقصه عليه؟ انت مفيش حاجة في دماغك خالص غير الغنى والرقص. أمال إيه؟ هو الست تنفع خالص من غير ما تعرف ترقص وتغني؟ يا سلام. ما تسواش. تعرفي ترقصي بلدي؟ بلدي لا طبعا. يا نهار اسود. طب نعلموكي. انت ما تقولي لي الحاجات دي خالص. اعملي 8 بالانجليزي. 8 بالانجليزي. 8 بالانجليزي. ايه بتعملي يا بنت؟ ما اعرفش. 1 2 1 2. لا والنبي عشان ما اعرف الحاجات دي. يا بنت اعملي يا بنت. فين الرخص بتاعتك؟ مش فاكرين وحسنوها فين؟ ما عنديش رخص يا ام. ام؟ طب انسالي بقى يا اختي. ليه كده ما تتحموش علينا امال؟ طاطا تعبانه شويه مش نازله يا ام. بقول لك انزلي. مش نازله. ما تخلينيش استعمل معاك القوه. انزلي يلا انزلي قومي. ايه ده؟ ايه ده احنا نشنطروه؟ انا انطر تضربيني بالروسيه وتفتحي دماغي؟ ان ما فرقتك يا بنت المفتريه. عارف لو ما لميتش لسانك هنفتحوا لك ارض. خلاص مش هتكلم. مين يا ابني النبطش في المباحث الليله؟ حسام بيه. مين؟ حسام بيه. حسام بيه؟ ايوه. يبقى عليه العوض ومن العوض؟ مش هعرف اخد حقي من بنت الامام في دي. يعني مش ناوي انت تعترف وتقول الطبانجه دي راحت فين؟ لف بيها انت حتى مش عارف حاجه عن الطبانجه دي. لف لي. راحت فين الطبانجه؟ القرصه دي ما تخافش عليها يا ابو محمد. وديته الطبانجه فين؟ ايه اللي عوارك كده يا عنتر؟ المصيبه السوداء دي يا باشا الداهيه المهببه دي. ايوه لسه في رجاله حلوه كده يا جدعان. كتم يا بت ابو شنب. خد حنفي وخد العيال دي تقرروهم. عايز اعرف الطبانجه دي راحت فين والا الدبان الازرق مش هعرف لهم طريق جره. يلا 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 يا طهو يلا 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 يلا. وما وقف يا بت حكايتها ايه البت دي يا عنتر؟ دي كانت سايقه العربيه زي وهي سكرانه زي ما انت شايف كده سعاده الباشا. وبعدين كسرت الاشاره رحت معترضه راحت ضرباني بالبوكس والبنيه والروسيه وفتحت لي دماغها. عارف ولا ايه؟ لا اقعد يا بنت ولمي نفسك غطي نفسك وبطلي مرقعه. يووي المعامله دي معامله تعملوها للستات الحلوه. ومين اللي زي يا سلام بقى جايه سكرانه وضربه امين شرطه ومش عاجباك المعامله؟
وعامله وحش قوي عشان انتوا الاثنين بتوالسوا لبعض عشان انتوا زمايل. انت اسمك ايه يا بت وبتشتغلي ايه؟ انا اسمي سهر، سهر الليالي. عليا النعمة ان سهروك سهرة عمرك ما سهرتها. ايه ده؟ مين دي يا عم؟ فين بطاقتك يا بت وفين رخصتك؟ لا لا احنا ما بنشتغلوش برخصة يا بيه. انا فنانة محترمة جدا. الله يا كل واحدة هزت وسطها في كباريه تقول على نفسها فنانة ولا ايه؟ لا نزعلوا كده نزعلوا. انا مطربة، مطربة كبيرة قوي ومطربة استعراضية واسكندرية كلها بتغنوا غنوتي. شتام بكو. ايوه ايوه تلم يا بت. عليا النعمة انك تجنن وانت مكاشر. يا ريت تطلع جدع كده وتفتحوا لنا قصدي تجيبوا لنا قهوه ساده عشان نعرفوا نفوق كده. يا بت بقول لك اتلمي لحسن، لو رميتك في التخشيبه هياكلوكي تحت هتلاقيها زفت. والمهضه ودماغ اللي انفتح. هات الزفت اللي بيقل لك عليه. يلا شايف سعاده الباشا شاد؟ هتروح بقى عنتر ما تعملكش زيطه. انا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول، مش بعيد تطلعني غلطان وتعمل لي محضر. ممكن نكلمه في تليفون الفانوليا بتاعتنا عشان زمانهم متوغوشين علينا حبتين. الو سعد، ايه مالك في ايه؟ ازاي الكلام ده؟ طب انت فين بس دلوقتي؟ انا في اسم باب شرقي، في ظابط ضرب ثلاثة قدامي مرة واحدة، شكله عايز يضربني. قمر قمر. الله يخرب بيتك يا عنتر، جاي اخر الليل وجايب لنا مصيبة معاك. الو بونسوار. سهر سهر مالك يا حبيبتي؟ قمر قمر ايه اللي بالتخريف ده؟ فوقي عشان افهم فيك ايه بس. سهر سهر هو ايه اللي حصل يا فندم؟ حضرتك مين؟ انا اخت سهر مريم توفيق ابو العزة المحامية. ممكن البطاقة لو سمحتي؟ طبعا ده كريدت كارد يعني. سوري اتفضلي استريح. شكرا. حضرتك بنت الاستاذ توفيق ابو العطا؟ ايوه. وهي تبقى اختك؟ تبقى اكتر من اختي. ممكن اشوف المحضر؟ انا لسه ما كتبتش المحضر وعشان خاطرك مش هكتبه خالص. متشكره قوي قوي، مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. بس عندنا مشكله بسيطه. ايه هي؟ لازم عنتر يتنازل عن حاجه. مين عنتر ده؟ ده امين الشرطه اللي سهر بطاحته. افندي بسعاده الباشا. يا عنتر احنا طمعانين في كرم اخلاقك كما عودتنا وعايزينك تتنازل عن حقك. مش ممكن ابدا يا سعاده الباشا. طيب ان ما كانش عشان خاطر سهر يبقى عشان خاطر اختها الرقيقه دي. خلاص عشان خاطرك يا باشا. اهو كده يا عنتر، هي دي اخلاق الرجاله ولا بلاش. امسك يا ابني. اللي
هيجنني يا فتحي يا اخويا ان البنتين مش راكبين على بعض ابدا. واحده فيهم صايعه والثانيه متربيه وبنت ناس واخر شياكه. لما كنت تكلمني يا فالح عشان اجي اشوف البنت الصايعه دي. كنت هتاخد لك طريحه من تجرمتها وقله ادابها. بقول لك ايه؟ انا مضطر استاذن عشان عندي مشوار حساس. طب اقول لك ايه؟ هتاخدني معاك. لا انا في المشاوير الحساسه ما باخدش حد معايا ابدا. بالاذن يا حلو. صباح الخير. صباح النور. انا اسف قوي للازعاج بس انا جبت عربيه صاحبتك بنفسي. احنا متشكرين قوي. اتفضل. لا شكرا. لا ما يصحش. اتفضل اتفضل استريح. اتفضل. دقيقه واحده بس هدي لسهر خالص. اتفضل استريح. صح مش هتصدقي. عارفه مين بره؟ مين يا اختي اللي بره؟ فارس الاحلام. تقصدي مين؟ الصبت بتاع امبارح جايب عربيتك وجايب لك المفاتيح. انت بتتكلمي ايه يا حبيبي؟ انت هتخرجي له المنظر ده؟ هاي حاجة سهر جاي لحضرتك حالا، تحبي تشرب ايه؟ يا فندم ملوش لازمة، اتفضلي استريحي. لا مش معقول ما يصحش، لازم تشرب حاجة. طيب ان كان ولا بد بقى يبقى شاي. انا متعود اعمل كل حاجه بنفسي عشان عايش لوحدي. ممكن اساعدك؟ لا متشكره خالص. لا ازاي بقى؟ فين الشاي والسكر؟ اهو متشكره ميرسي قوي. اتفضل انا هجيبه لحضرتك. اتفضل. تعرفي انها صدفة جميلة فعلا. والد حضرتك كان بيدرس لي جنائي في كلية الشرطة. هو في ناس كتير زي حضرتك بيفكروه بابا، بس هو ابن عمه واسمهم زي بعض. انا بابايا بيشتغل محامي بس ملوش في التدريس. اه اتفضلي الشاي. متشكر عليك ميرسي. اتفضل حضرتك. طب وانت ليه ما بتشتغليش معاه؟ يعني بحاول اعتمد على نفسي. عايشة هنا في اسكندرية؟ انا ناوي اقعد شوية، بفكر اشتغل هنا بس لسه بدور على مكتب. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهدى احنا طرنا النبي. اهلا يا باشا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا باشا؟ ازيك يا ست سمر؟ لا سهر، اسمي سهر الليالي. ما بتحبوش السهر بقى ولا ايه؟ ازاي انا شغلي كله سهر. وانا كمان بصره. الحقيقه انا كنت جاي اطمن عليكي واجيب لك عربيتك. الهي ما تحرم منك ابدا يا رب. الليله دي انت معزوم عندنا في الكباريه. لا اسمحي لي بقى لحد كده ما اقدرش. ليه؟ مش قد المقام بقى ولا ايه؟ لا لا ما اقصدش. طب امال ايه؟ طب على العموم كلنا رايحين، مريم جايه معانا؟ طبعا. مش كده يا مريم ولا ايه؟ اه طبعا. وماله؟ ابختشي بقى. لا اسعن ما اقولك، في المعموره رسم لي الصوره وعامل نفسه لاعب كوره كيف الشطبي وقالوا لي حاسبي. لا 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 استنى يا صاحبي. لبس ايه رايك؟ تمام. لا تمام تمام قوي، بس انا ما فهمتش ولا حاجه من هي قالته. ما تنساش يا استاذ كمال انها بتغني في كباريه درجه ثالثه، يعني انت احكم على المضمون. ايوه يا اخي احكم على المضمون. ايوه طبعا احكم على المضمون. فين بقى المضمون؟ صوتها وحضورها مع الناس، صدقني هي كل اللي محتاجاه فرصه. انا مع الانسه في الكلام اللي بتقوله. طبعا اكيد سهر دي فنانه كبيره بس محتاجه للي يكتشفها. حضرتك طبعا عارف مستوى اللي بيغنوا دلوقتي ايه. معاكي حق فعلا يا انسه مريم، الواحد ما بقاش لاقي حاجه يسمعها اليومين دول. انت بقى كمال تشد حيلك وعشان خاطر الانسه سهر تكتب كلمتين حلوين. يا ريت كمان تنزل لها صوره. صوره بقى وتكمل جميله. طبعا. هو في ريبورتاج من غير صوره؟ هي بقى عندها صوره حشمه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا منورين. عجبكم الشغل؟ اتفضلي يا فنانه عظيمه. ده الاستاذ كمال عجبه صوتك قوي. كان قاعد طول الغنوه هيتجنن مصمم انه يكتب في الجورنال بتاعه وينشر لك صوره بالالوان. لا الوان لا، احنا ما اتفقناش على الالوان. يا اختي الهي مع دمك. الله اني ما تتصوروش فرحتي بيكوا النهارده قد ايه. براهيم يا براهيم تعالى. نعم يا ست سارة. هات ازازه ويسكي من ابو جد. ها مش منقوع البراطيش. وعلى حساب مين يا ست سارة؟
على حساب البقف اللي قاعد تحت ده، فاهم؟ وقول له بكره هنوقوه. شفتي؟ شفتي حسام؟ كان هيتهبل عليا، ما شالش عينه من عينيا طول الليل. فعلا باين عليه معجب بيكي قوي. حتى هو اللي كلم صاحبه الصحفي ده عشان يكتب عنه. طب ايه رايك بقى؟ ان انا حسيت ان احنا دخلنا قلب. وانا كمان بنحبوه. تعرفي قال لي ايه؟ قال لي انه هيجيب لك شقه عشان تعمليها مكتب، وكل ده عشان خاطري. تصبحي على خير. وانت من اهلي يا قمر يا ورد. تصبحي على فل. الله، اللهم صل على النبي. حلوه قوي دي يا حسام، احلى من الاولانيه. ها ايه رايك يا مريم؟ مش عارف، متهيالي الاولانيه احسن، واعرف افرش على مزاجي يعني. هو انت كده عمرك ما بترسي على بره قبل. طب خلاص كويس. لا 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 لا، لو مش عاجباكي انا عندي واحده كمان. احنا هنلف طول العمر. حلوه قوي دي، بقى لنا اسبوع بنلف. اسمعي، انا مش عاوزك تاخدي حاجه مش عاجباكي. قلتي ايه يا مريم؟ اللي تشوفه انت يا حسام. انا مش عارفه من غيرك كان ممكن اعمل ايه. يا اخي تعالي تعالي اقعدي على المكتب، عايزين نشوفه اذا كنتي لايقه عليه ولا لا. يا ريت هو اللي يليق عليها. اللي يشوفها كده يصدق انها محاميه بحق وحقيقي. زي ما تكون اتخلقت عشان تكون محاميه. الاهم من ده كله ان الزباين يعرفوا طريق مكتبي. تفتكروا في حد ممكن يجي لي انا؟ انتوا مش جعانين ولا ايه؟ اني مصاريني بتتلو من الجوع. احلى حاجه بتعجبني فيك يا سهر لهجتك الاسكندراني. يا اختي بس لهجتي مفيش حاجه تانية بتعجبوك. طب ايه رايكم بقى في غدوه معتبر على حسابي؟ لا الغدوه دي على حسابي انا. ليه، هو انا طيشه ولا ايه؟ لا يا حسام، بس جمايلك كترت قوي. لا ده ملوش دعوه بالغدا. معقوله ابقى ماشي مع بنتين حلوين زي القمر واسيب واحده فيهم تدفع الحساب؟ ايوه يا جدعان، عليا النعمه كلامه 100 100 مظبوط. عايزه الناس تقول عليه ايه؟ ناطح. الله، منظر الاكل يفتح النفس. ابقي قابليني لو عرفتي تنامي بالليل. الاكل مش عجبك ولا ايه؟ لا ازاي، الاكل حلو قوي، بس المهم اللمه الصراحه. المهم الاخلاق. بطلي تحفي في البيض، كلي فول. ايوه ما انا طفحه. مش دي صورتك يا هانم؟ صورتي 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 صورتي، شوفوا اتفرجوا. حلو قوي حلو قوي يا سهر. هات كل الاعداد اللي معاك. مست بيه والله. طب خد، مش خساره فيك. اشكر، كتر خيرك. انا فرحانه قوي، مش عارفه اقول لك ايه. انا ماليش دعوه، صحفي معجب بيكي وكتب عنك. يا سلام، انا عارفه كل حاجه، انت اللي خليته يكتب. دي مريم هي اللي خليته يكتب. انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، وعموما انت تستحقي اكتر من كده بكتير يا سهر. مساء الخير يا سهر. مساء الفل. بركيلي 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 بركيلي. مبروك يا حبيبتي، بس على ايه؟ هنشتغل في اكبر لوكاندا في اسكندريه. هتشتغلي ايه؟ هنسيقه يعني الارض ونكنسه وهنغنوا يا ماما. مدير اللوكاندا كلمني وقال لي بكره تيجي تمضي الكونترات. الف مبروك يا حبيبتي. الجميل معاك كارليه، وشه مش رايق. زهقت قوي يا سهر، بقالي شهرين قاعده بكلم الحيطان، مفيش ولا زبون واحد يكلف خاطره ويجي حتى يقول لي انت مين. ولا يهمك يا اختي، انا بكره اقتلك قتيل ونقولك ونقولك انت مين. اطمن، احنا موقفنا قوي جدا، مش بعيد ناخد حكم اخر الجلسه. يا رب. هو نفسك معانا يا استاذ حسام؟ يا صباح الخير يا استاذ. ازيك يا استاذ؟ صباح النور. معقول برضو سبت شغلك وجيت؟ وانا اقدر ما اجيش فيهم زي ده؟ المهم انت جاهزه؟ الحمد لله، سهرت طول الليل، عملت حته مرافعه هتعجبك قوي. برافو عليك. صباح الخير يا حسام باشا. يا اهلا 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 اهلا. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا، عز المعرفه. يلا لحسن نتاخر عن الجلسه. 54 المدعي ابراهيم علي الاسكندراني، مدعي عليه عبد المنعم محمود المغاوري. مريم توفيق ابو العطا المحاميه، حاضره عن المدعي ابراهيم الاسكندراني بالتوكيل الرسمي. محمد عبد العزيز الغندور، حاضر عن المدعي عليه عبد المنعم محمود المغاوري. طلباتك يا استاذه. سيادة الرئيس،
حضرات المستشارين. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، أنا بطلب التأجيل. مدام بتدرسي القضية كويس وتعرفي كل ملابساتها، يبقى تقدري تقفي قدام المحكمة وانت واثقة من نفسك. أنا جبتلك معايا حاجة كويسة أوي، دول كتابين هيساعدوكي في دراسة القضية بتاعتك. اللي بتعمله معايا ده كتير قوي يا حسام، مش عارفة هردلك جمالك دي كلها ازاي. أنا مفيش بينا وبين بعض جمال، المهم توعديني إنك هتترافعي ومش هتأجلي القضية. اطمن، ما تتصورش كلامك ده رفع من روحي المعنوية قد ايه. انا مش عاوزك تخافي ابدا، حتى لو فشلتي كلنا بنفشل وبعد كده بنتعلم. انا اصلي كنت خايفة اخسر الزبائن. يا ستي ولا يهمك، انا جبلك مليون زبون، انا مش عاوزك تشيلي هم الموضوع ده ابدا، المهم عندي انك تنجحي. حسين، ممكن اسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة؟ انت عارفاني صريح. انت اللي جبتلي الزباين اللي قابلوك في المحكمة النهاردة صح؟ لا طبعا، كل ما في الامر ان انا طلعت اعرفهم صدفة. المرة دي بالذات انا مش مصدقه، دي اكيد سهر. مريم، انتي صاحية؟ عايزة حاجة يا سهر؟ عايزة اسألك على حاجة، يعني ايه اللي يخلي راجل زي حسام كده يهتم بالقوي كده بواحدة ست؟ قصدك ايه؟ يعني بصراحة اللي عمله معايا، كل يوم اسأل نفسي يا ترى بيعمل معايا كده ليه؟ فضل ورايا لحد لما خلاني اغني في أكبر لوكاندا في اسكندرية. يعني هو حسام إنسان كويس وخدوم جدع يعني. أنت بتفتكر يعني يحبني؟ المهم أنتي مشاعرك إيه من ناحيته؟ أيوه على مشاعري. أنا أول ما شفته عصفورة قلبي رفرفت، حبيت اسكندرية والدنيا حلوت في عيني. تفتكري هو بيحبني ربع الحب اللي انا بحبه له؟ انت اصلك مش عارفة قيمة نفسك، ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي واحدة زيي. بتقولي لي الكلام ده بس عشان انت صاحبتي وبتحبيني. صدقيني يا سهر، انتي اطيب قلبي في الدنيا، انا عمري ما قابلت واحده في شهامتك. يا اختي الهي ما يحرمني منك. حسام مش ممكن هيلاقي واحده احلى منك. عارفه يا مريم نفسي في ايه؟ نفسي احنا الاثنين نتجوزوا ونعيشوا مع بعض. ساعتها جوازنا مش هيعجبهم، هيحاولوا يوقعوا بينا وفرقونا عن بعض. بشر عليا النعمه نقطعوهم ونرموهم في البحر. صباح الخير يا مريم. صباح النور. صحي بدري كده ليه؟ مش جاي لي نوم وسهر لسه نايمه، قلت اجي اقعد على البحر شويه. تحب البحر؟ احبه قوي، بس بخاف منه من ساعه ما كنت هغرق. لما بقعد قدامه بسرح بخيالي، بتكلم معاه في الحاجات اللي ما اقدرش اقولها لحد. طب وليه ما بتحكيش على اللي جواكي لحد انت بتحبيه وتثقي فيه؟ ممكن اللي جوايا يجرح ناس، ما احبش اجرحه ولا اجرح مشاعره. احكي لسهر صاحبتك وبتحبك. سهر طبعا صاحبتي وبحبها قوي، بس هي مش فاضيه، دايما مشغوله، وانا ما بحبش اشغل حد بمشاكلي. انا يا ستي فاضي، وليك انت بالذات لو مش فاضي افضي نفسي. طب
طب عن اذنك انا همشي، سهر زمانها صحيت، هروح اشوفها. طب قولي لسهر اني عايز اقابلها النهارده، ولا اقول لك انا هكلمها في التليفون. ناري انا خيرني يا اختي ولا في علمي، مش مصدقه روحي. ليه يا سهر؟ انت تستاهلي واحد احسن من حسام كمان. تعرفي لما قال لي، لما قال لي ان هو عايز يقابلني، قلبي ده كان هيفط من صدري. فاكره شادي لما كانت بتسرق في الافلام كل ما تشوف خطيبها ولا حبيبها؟ انا كنت هسرق زيها. ربنا يسعدك. تفتكري حياتك هتتجوزني؟ طبعا اكيد يا سهر. شفتي امبارح بقى كنت بقول لك ايه؟ احساس اختك عمره ما يخيب ابدا. هبقى حرم المقدم حسام عنبر، مدام عنبر. انت تستاهلي كل خير يا سهر. عارفة يا سهر أنا طلبت قبلك ليه النهاردة؟ عارفة والنبي عارفة. عارفة إيه؟ يعني أنت عايز تقول كلام وإحنا نحب نسمعه منك. ما تتصوريش أنا سعيد قد إيه من يوم ما عرفتك أنت ومريم. مليتوا عليا حياتي وعوضتوني عن أهلي اللي فقدتهم لدرجة إني خلاص ما بقتش قادرة أستغنى عنكم. ولا إحنا كمان نقدر نستغنى عنك يا سي حسين. أنا بحسدكم على حبكم لبعض. أنا ماليش في الدنيا غير مريم، هي كل حاجة في حياتي، طيبة وحلوة وبعدين بنت ناس ومتربية، بس هي فيها عيب واحد، يعني ما تعرفش كده يعني مترددة. علشان كده أنا جبتك هنا. سهر أنا بحب مريم وعاوز أتجوزها، ومفيش حد غيرك هيقدر يعرف لي حقيقة مشاعرها. بصراحة أنا خايف أواجهها لحسن أخسرها كصديقة. أختي وحبيبتي سهر، أنا رجعت لبابا وعمتي. عارفة ليه؟ لأن أنا كمان فكرت وقلت أتجوز. إشمعنى أنتي؟ ألف مبروك ليكي أنتي وحسام، وياريت تتجوزوا بسرعة عشان أحضر فرحكوا قبل ما أسافر مع جوزي لكندا. أنا مستنية منك تليفون تقولي لي على الميعاد. سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. مش قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي؟ سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، ألف مبروك يا بنتي. مش قلت لك إنها مش هتلاقي أحسن من وجدي؟ سعيد. مريم موجودة؟ موجودة برضه، اتفضلي يا امسي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشيني وحشيني قوي قوي. وانتي كمان، ازيك انت؟ الحمد لله. قولي لي، حددتوا ميعاد الفرح امتى؟ فرح ايه؟ فرحك انت وحسام. لا احنا مش هنتجوز. ليه؟ هو حصل حاجه؟ حسام ما بيحبنيش، بيحبك انت وعايز يتجوزك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهر؟ انت بتهزري؟ وحتى هزارك ده ما ينفعش.
لاني خلاص هتجوز. عليا النعمه ان انا بتكلم بجد. حسام طلب يقابلني عشان يتاكد مني اذا كنت بتحبيه وموافقه تتجوزيه ولا لا، ايه رايك؟ لا طبعا انا ما بحبوش ولا عايزه اتجوزه. مين اللي قال كده؟ عينيكي يا اختي اللي قالت كده. ايه هتخبي عليا؟ بطلي تكبري بقى. بس انا خلاص هتجوز يا سهر. انت بتعملي ده كله ليه؟ عشان تضحي عشاني؟ خلاص ما منوش فايده، لا بيحبني ولا عايز يتجوز. بعدين سكن عليا يا اختي، انا كل يوم الاقي لي راجل، هي شغلانه ولا شغلانه؟ وبعدين الدور الباقي عليك انت، انت اللي مش هتعرفي تحبي غيره. انا اديت كلمه لبابا ومش هتراجع تاني. بقول لك ايه، بتعملي ده كله ليه؟ حسام كده ولا كده هيتجوز، يبقى انت اولى. وبعدين والله ما هزعل، انا لا يمكن اسامح نفسي لو اتجوزت حسام وانا عارفه انك بتحبيه. I don't know why to say goodbye. Just let me know you didn't go before. I don't know why to say goodbye. Just let me know you didn't go. I don't know why to say goodbye. Just let me know you didn't go before. ممكن اختفى منك بس دقيقة واحدة؟ لا مش ممكن، أنا ما صدقت ألاقيك. معلش هي دقيقة واحدة وهرجع لك. ما تأخريش عليا. مبروك يا مريم، عملتي كده ليه؟ دي كانت رغبة بابا وانا ما قدرتش ازعله. ميرسي قوي اني جيت النهارده، ما تصورش فرحانة بوجودك قد ايه. انا جيت النهارده مخصوص عشان اقول لك على حاجة عمري ما عرفت اقولها لك، ولا انت اديتيني الفرصة اقولها. ارجوك بلاش تقول النهارده بالذات، بلاش. دي حاجة انا عارفاها ومتأكدة منها، وانا كمان حاسه بيها من اول يوم شفتك فيه. بس مش كل حاجه الواحد يعوزها بيقدر ياخدها. مهما الايام فرقت بينا، عاوزك تعرفي ان منزلتك عندي هتفضل هي هي، وحبك هيفضل هو هو. عمري ما هنساكي. عن تفتكر هقدر على فراق مريم؟ هقدر اعيش من غيرها؟ تعرف يا سهر، انا وانتي ومريم مفيش حد فينا سعيد. تفتكري ايه السبب؟ عشان احنا التلاتة بنحب بعض. لو في حد فينا بيكره التاني ما كانش بقى في مشكلة. جايز اللي بتقوليه ده صح. اسأل نفسك انت متضايق كده ليه؟ وانا مش مبسوطه ليه؟ وهي بتتجوز غصب عنها ليه؟ اكيد صح. Thank you.
موتني. انت مش بتحبها؟ ازاي هستنى معايا؟ انا اسف، ما كانش مفروض نغلط. طب سيبني بقى لوحدي، انا مش طايقه نفسي ولا طايقاك. سيبني. المنطقة هنا هتعجبك أوي، أنا عارف إنك بتحبي الهدوء. بكره كمان لما التلج يدوب هتحبي المكان اكتر وهتلاقي الخضره حواليكي. تعرف يا وجدي، انا عمري ما كنت اتخيل اني ممكن اهاجر برا مصر. انا هخليكي تعيشي هنا اجمل ايام حياتك، وبكره هنبقى من اغنى الناس في كندا. وهنا بقى لا في تحديد نسل ولا ازمه سكان، يعني خدي راحتك خالص وتخلي في لي 20 عيل. يعني انت اللي عارف تشتغل وانت مدهول زي لا انا مش قادره، انا لا حاسه اني عايشه ولا ميته، يا ريت نموت واحسن. عشان خاطر ينزل الشغل، الواحد منا ملوش غير شغله. صدقيني حب الناس ليكي هينسيكي كل مشاكلك. انا كويس. لا مفيش داعي نشوف بعض اليومين دول، عشان كل واحد فينا يعرف يتعود يعيش من غير التاني. Wagdi, écoute-moi bien. Tu peux toujours travailler ici. Tu peux faire du très bon travail, mais tu seras toujours considéré comme un citoyen de deuxième catégorie. Tu arriveras à certains niveaux, mais ils te diront arrête à ce point. Vous aimez le Canada? Sorry, I don't speak French. Moi aussi, je ne parle pas l'anglais. Quand même, je suis confiant que je pourrai accomplir toutes mes ambitions. Avec un peu de patience, de la persévérance et un peu de chance, je pense que je peux tout faire dans ce pays. ايه رايك في الرحله دي؟ انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في التلج ده، ده انا هموت من البرد. لازم تتعودي يا حبيبتي على كل حاجه هنا. انا حاسه ان الحياه هنا صعبه قوي، مش هقدر اتعود عليها، الدنيا برد ومش عارفة اتفاهم مع حد، بيتكلموا لغة انا معرفهاش. اللغة دي ابسط حاجة، بكرة لما تسمعيها على طول هتتكلميها، وبعدين ممكن تاخدي كورسات فرنساوي. تفتكر يا وجدي ممكن يبقى لي اصحاب هنا؟ وانا رحت فين يا حبيبتي؟ انا ممكن اكون جوزك وصاحبك. بس انت مشغول طول النهار، ولما بترجع بالليل بتبقى تعبان. بس في الويكند نقدر نعمل فيه كل اللي احنا عاوزينه. هنا الشغل شغل والاجازة اجازة.
برافو عتاف. هاي وجدي، كومون فاتو؟ يا ميرسي. Je te présente ma femme. Enchanté, madame. Au revoir, Wadji. Au revoir. عاطف ده لبناني وهاجر من 10 سنين وبقى من اكبر رجال الاعمال هنا. يعني ما كانش يقدر يعمل كل ده في بلده، وانت ما كنتش تقدر تعمل كل ده في مصر؟ الفرص هنا اكبر، بدل ما اكون مليونير في مصر ممكن ابقى ملياردير هنا. بصراحه انا نفسي ارجع مصر، انا خلاص مش قادر، كرهت منظر التلج. مصر دي خلاص انسيها، حقيقي دي بلدنا لكن مستقبلنا هنا. بس أنا حياتي كلها في مصر، ما أقدرش أبعد عنها. مشاعر بالنسبة لسهر؟ أحياناً أحس إني عايز أشوفها لكن بمنع نفسي. تعرف بقى إيه اللي منعك؟ الوهم اللي أنت عايش فيه. ماريا، أنا متأكد لو كانت سهر هي اللي اتجوزت دلوقتي وكنت هتحس إن هي اللي ضاعت منك، كانت مشاعرك بالنسبة لمريم هتبقى هي نفس مشاعرك بالنسبة لسهر دلوقتي.
صباح الخير. صباح النور يا فندم. الفنانة سهر موجودة؟ نقول لها مين حضرتك؟ نقول لها المقدم حسام عمر. اتفضل. البيت الجديد. يا ربنا يخليك. احلى من بيت الانفوشي بكتير. ومبروك الحفله صحيح. انت ما كنتش في الحفله ولا ايه؟ لا ابدا، كان عندي نبطشيه، وبعدين انت ما عزمتنيش. فعلا راحت عن بالي، لكن وعد المره الجايه هتكون اول المعازيم. الو، اهلا يا سهر، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني وحشاني قوي يا حبيبتي. انا شفت حفلتك في الديش من يومين، كنت اتجنني، كان نفسي انط في التلفزيون وابوسك. ابي ابعتي لي الشريط الجديد بتاعك، وحشاني قوي، وحشتني كل حاجه في مصر. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. على فكره البلد هنا جميله قوي، بس الناس دمهم تقيل، ما يعرفوش بعض الا عشان المصلحه. وحشتني قعدتنا جنب بعض على السرير. نفسي يا زهر، نفسي اقعد معاكي نضحك ونرغي زي زمان. على فكره ليكي عندي مفاجاه ما حصلتش. في واحد عندي عايز يكلمك ويسمع صوتك. مالي؟ الو حسام، ازيك يا مريم؟ طمنيني عليك، وحشتيني، وحشتيني قوي. انا كل اللي يهمني سعادتك. انت معايا؟ ها؟ ايوه. بص لي سهر، وانا هبقى اكلمكوا تاني. مع معلش يا ولدي، أنا أصلي تعبانة قوي، عندي صداع. أنا حضايع لك صداع. معلش يا حبيبي، سوري. تصبح على خير. مساء الخير. مساء النور. المقدم حسام. اهلا وسهلا. عمر بيه. اتفضل. لا شكرا، عشان ما ضايقكوش بس. لا ازاي، ده ليلاد عيد ميلادي، وعمر بيه صمم ان هو يحتفل بيه معايا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اهلا طيب. بيه. شير. شيرز وبلوفر يا حبيبي. صحتي يا مراد. كل سنة وانت طيبة. الله، ده حلو قوي. لا ذوقك حلو قوي، عندك ذوق. ايه، مش ناوي ترقصني بقى ولا ايه؟ يلا يلا. The girl kind of smooth, because it's one man that you wanna meet.
So let me show you around while you sip your TG. But no coca, loco, boom, while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that jump. عايز حاجة؟ أنا كنت هنام. افتح على كسر الباب. لا وعلى إيه؟ كسر الباب. اتفضل. أنت لوحدك؟ اطمنت؟ متأسف. أنا حياتي بقت تعيسة. مش قادر أعيش لوحدي. وأنت كمان سبتيني. أنت عارف ليه أنا سبتك؟ وأنت بالنسبة لي إيه؟ أنا اكتشفت إن أنا بحبك. وغيرتي عليك لما شفتك مع راجل تاني كمان اكدتلي الحكايه دي. انت عايزني اعمل لك ايه؟ صداقتي بيك دلوقتي ما اقدرش احميها ولا منك ولا حتى من نفسي. حسام من فضلك خلي علاقتنا نظيفه وخلي اللي بينا نظيف. تعرفي يا مريم، بقالي 8 اشهر بحاول اخد الصفقه دي وطارت مني في اخر لحظه. لو كانت من نصيبي كانت حياتنا كلها اتغيرت، لكن للاسف اخدتها مني واحد كندي. بس برضه مش حافز وهحقق اللي انا عاوزه. تفتكر يا وجدي هتقدر تحقق كل ده لوحدك؟ يعني ايه؟ لازم يكون في حد جنبك. الله، امال انتي رحتي فين يا حبيبتي؟ هما مش بيقولوا ان وراء كل عظيمه امراه عظيمه؟ طب لو كنت اتجوزت واحده كنديه مش كانت هتساعدك وهتقف وراك اكتر مني؟ يعني كان ممكن يفتح لنا ابواب كتيره. جالك كلامي؟ يعني مش انا الست العظيمه اللي تقدر تقف جنبك؟ بس انا عمري ما كنت انتهازي، وكل حاجه بعملها لازم اكون مقتنع بيها. ولما اتجوزتك كنت مقتنع بيكي. على فكرة أنت عمرك ما سألتني عن حياتي قبل ما أتجوزك. حياتك قبل الجواز دي ملك ليكي لوحدك، ما دام أنتِ ما حاولتيش تحكي لي عنها، يبقى عمري ما هسألك. بس أنا دلوقتي عايزة أقول لك. وجدي. أنا قبل ما أتجوزك كنت بحب واحد تاني وما كنتش قادرة أتصور حياتي من غيره. أعرفه؟ أنت شفته مرة واحدة بس يوم فرحته. وهو بيحبك؟ أيوه. حاجة غريبة إنك تحبي واحد وهو يحبك وكمان يجي يوم فرحك. كل ده وأنا معرفش. أنا فوجئت بيه. طب وليه ما اتجوزتوش ما دام بتحبوا بعض؟ الظروف كانت أقوى مني. وإنتي لسه بتحبيه؟ أمال أنا ليه بعترف لك؟ أنا حاسة إن مجرد التفكير فيه وأنا مراتك يبقى خيانة، وإنت ما تستحقش مني كده. مطلوب مني إيه؟ أنا قلت لك على كل حاجة، وإنت لازم تفهم دلوقتي أنا عايزة إيه. تتطلقي. Thank you.
حبيبتي حمد الله على السلامة. الله يسلمك. انت جيتي امتى؟ انا لسه واصلة. مبروك على الشقة الجديدة، ذوقك يجنن. الله يخليك. مش كنتي تقولي لي في التليفون انك جاية؟ حبيت اعملها لك مفاجأة. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ حلوة قوي. اتعرفتي لما كنتيش جيتي انا اللي كنت سافرت لك. مش مصدقة عينيا. وحشتيني قوي. امال فين جوزك؟ انا رجعت لوحدي. ازاي يعني سيبك تسافري لوحدك؟ خلاص مش راجعة له تاني. يعني يعني اول مرة اخد قرار انا مقتنعة بيه. اتطلقت. يا خبر اسود. ليه؟ ما قدرتش استحمل اكتر من كده. كنت عايشه حياه كلها كده. بعدين لقيت نفسي مش قادره استمر، مش قادره ابعد عن حسين. تقصدي ايه؟ مش هي دي كانت نصيحتك ليا؟ انا فعلا بحب حسام، والغلطه الوحيده في حياتي اني رحت اتجوزت واحد غيره. وبعدين هتجوز حسام. هلا. الحمد لله على السلامه. حسام انت ما اديتنيش فرصه اقول لك حاجه. تقولي لي ايه يا صاحبي؟ اتجوزنا. اتجوزته؟ ما كنت عامل بتحبيني انا ليه؟ كنت عايز تتجوزني ليه؟ انت تسكت خالص. ايه؟ هتدافع عن نفسك تقول ايه؟ انت ما عملتش حاجه غلط. كان بيحبني ولا بيحبك انت؟ عايزاه يقعد طول عمره من غير ما يتجوز؟ انت اللي رفضتي تتجوزيه، حصل ولا ما حصلش؟ هي رجاله خلصت؟ الدنيا ضاقت خلاص ما بقاش فيها غير حسام؟ انت قدامك طابور من العشاق والمعجبين، لو شاورتي بصبعك لاي واحد فيهم يجيلك ويقطع تحت رجليكي. ما لقيتيش غير الراجل الوحيد. الراجل الوحيد اللي انا بحبه. وانت عارفه انا سبته ليه؟ عشانك. عشان ما كنتش عايزه اخسرك، عشان صداقتك عندي كانت اهم من اي حاجه في الدنيا. انت يا سهر، انت دونان عن كل الناس، انت بالذات اللي تتجوزيه. مش قادره اصدق، مش قادره اتصور، مش قادره. بتعايريني عشان ضحيتي عشاني؟ انا كمان ضحيت عشاني. تصوريش قد ايه انا قاومت، اتعذبت، اتحرمت، ربطت قلبي، خنقت احساسي، كل ده عشان خاطرك. جريت على مصر عشان ابوس رجليكي تتجوزيه. فاكره ولا ناسيه؟ حسام من حقي انا، وهيفضل من حقي مهما كانت النتائج. انا سبت الدنيا كلها علشانه. لا يا ده العادي، انا سكتلك عشان انتي صاحبتي وفي بيتي، لكن اللي انتي عايزه تاخديه مني ده يبقى جوزي. جوزي على سنة الله ورسول. مش قادرة اتصور زي حسام ممكن يبص لواحدة سوقية زيك خاينة. لا يا روح ماما، مش انا اللي خاينة، ده انت اللي خايبة. انت طول عمرك عليكي على حاجتي، وطول عمرك بتحقدي عليا. انا بحقد عليكي؟ لا بقى، ده انت اللي انانية. عايزة تكوشي على كل حاجة. اتجوزتي احسن جوازة وعينيكي على راجل تاني. عايزة تكوشي على كل الرجالة بالسهواكة بتاعتك دي. بقولك ايه، ما بقيتش اكل من الكلام ده، لا انا ولا هو. مش بقولك سقية. رايح فين؟ رايح في 60 داهية. عاجبك كده؟ أعمل فيكي إيه دلوقتي؟ جاية من آخر الدنيا عشان تفوري دمنا؟ أنت أي حد يعرفك لازم يفور دمه. ولعلمك بقى، أنا من اللحظة دي مش هتنزل عن حقي تاني ابدا. مفيش اكتر من النسوان في البلد. بس تقول ايه بقى يا باشا؟ تقول ايه؟ القلب وما يريد يا باشا. طب خده وديه في الحجز لغايه لما احتاجه. يلا. اهلا 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 يا مريم. ازيك يا مريم؟ معلش ما عرفتش ارحب بيكي كويس. اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ انا عايز اسالك سؤال واحد وتجاوبني عليه بصراحه. انت لسه بتحبني؟
يعني عندك استعداد تتجوزني؟ ما انت عارفه انا متجوز سهر. انا ماليش دعوه بسهر، انا بسالك عندك استعداد تتجوزني؟ دلوقتي يا سهر مش متنيله ومروحه، افتح الباب ده لحسن هفتح نافوخه. بقول لك روحي مش مروحه افتح. وكمان قاعدين لي في الضلمه يا اختي، ايه اللي جابك هنا؟ شغل نافق بقى يا حبيبتي، بقى دي عمال ولاد الاصول؟ ده انت ما حصلتيش ولاد الشوارع. عيب يا سهر، ما تغلطيش في صاحبتك. صاحبتي شلها يا صاحبتي، انت وصاحبتي قاعدين في الضلمه وتقولي صاحبتي. هدي اعصابك، مش تعرفي الاول الحقيقه؟ ما الحقيقه يا اختي واضحه زي الشمس، جايب لها الخمره بتاعتي كمان. وريني يا اختي لابسه ايه، لا تكوني لابسه هدومي ورثاني بالحقيقه. بلاش شغل حواري وبطلي قله ادب. قله ادب؟ بقى انا اللي بقوله قله ادب واللي بتعمله جوه مش قله ادب. احب اقدم لك حسين جوزي. يا نهار ابوكوا اسود، عملتها يا ابن الكلب، تتجوز عليا يا دول. دي متوحشه، حقينك متشرده، طلعها يا حسام، طلعها دلوقتي حالا. يطلق مين يا انت العادي؟ لا يا حبيبتي انا ما طلبتش الطلاق، وقاعد على قلبكم لطالون، واخسرها في كتتكم دي، اوعى من وشي. الهي ما تقوم لك قومه الليله دي، يا رب تبقى ليله سودا على دماغتكم. سيبكم البلد. سهر، ما تزعليش، أنا هعوضك عن الليلة دي. برضو بحبك. أعوذ بالله، بس أنت عجبتيني أوي. أيوة كده، أوعي تباني ضعيفة قدامها أبدا. تديك كلمة تديها عشرة. كلب انت والعقربة مريم. برضه كانت امي ما انا سايباه كل الليله دي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصالون ده هنا؟ صالون ايه؟ مين اللي جاب الاكل ده؟ وايه ازازة الخمرة دي؟ ايه اللي جابك هنا؟ ودخلتي هنا ازاي؟ من بابها يا حبيبي. نسيت اني مراتك ولا ايه؟ من حقي اعيش معاك في الشقه دي. تعيشي؟ تعيشي فين؟ الشقه ما فيهاش غير اوضه نوم واحده. اطمن يا عصفوره قلبي،
اشتريت اوضه نوم جديده وفرشتها بدل الصالون. لا انا لا يمكن اعيش معاها في شقه واحده. مش الكلام ده بقى قدام عشان ما تبقيش ضعيفه. خلاص احنا داخلين ننام. تصبح على خير. تعالى هنا انت رايح فين؟ ايه اللي انا عامله ده كله مش عاجبك ولا ايه؟ مولع لك شمعه مش عاجبك الشمعه ولا ايه؟ انا خلاص تعشيت ما اقدرش اتعشى مرتين. تصبح على خير. لا يا روحي هتتعشى وهتاكل وهتقعد وهترفع الازازه دي. لا بقى عيب كده عيب. انا عروسه ولسه في شهر العسل وحسين من حقي انا لوحدي لمده شهر. ايوه احنا عروسه عرايس وانا من حقها وهي من حقي قصدي من حقنا احنا الاثنين. بقول لك ايه انا يا قاتل يا مقتول الليله دي لو ما اترزعتش هنا وطفحت الطفح ده وشربت الازازه دي ودخلت اتخمدت جوه معايا هصور قتيل. انا بنتي 60 كلب شرانيه ما فرش في حقي ابدا فاهم. وانا كمان مش هفر. طيب طيب انا عندي حل. ايه هو؟ بلاش انت الليله دي يا سهر وانا هعوضك بليله زياده. الليله وانا كمان الليله. ايه يا جماعه ده انتوا اصحاب فين الصداقه؟ هي اللي ابتدت. لا انت اللي ابتديتي. لا انت اللي ابتديتي. لا يا سهر انت اللي ابتديتي. طيب 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 انا عندي حل. نبتدي من اول وجديد كل واحده فيكم ليله. انا ما تكفينيش ليله انا عايزه اليوم من اوله. يعني ايه ان شاء الله بلاش اشتغل؟ يعني تخرج من شغلك تقعد معايا لحد تاني يوم الصبح. انا موافق. نبتدي بمين؟ انا. لا انا. لا انا بقى. لا انا. انا يا سهر. انا الاول. بس بقى خلاص. نعمل قرعة. مش قرب مني. انا من حقي يوم اجازه اقضيه زي ما انا عاوز. انام في الصاله انام في المطبخ انا حر وانتوا الاثنين تخدموني من غير ما واحده فيكم تلمسني. مفهوم؟ اتفضلوا بقى حلو عن سمايا انا هنام. لما اصحى الاقيكم محضرين للاكل. يلا يا اختي مستنيه ايه؟ يلا قدامي. مش فاضي ورايا شغل. ايوه ورايا شغل مش فاضي. نعم الباشا وصل يا سعاده الباشا مدير الامن. مدير امن اللوكاندا؟ لوكاندا يا سعاده الباشا. بقول لك الباشا مدير الامن وصل وناوي يعمل تفتيش. تمام يا فندم. هو ايه اللي تمام؟ انت ايه اللي جرالك يا شيخ حسام؟ كل ما اسال عليك يقولوا لي ده من اجازه. اجازه جواز يا فندم. بالذمه ده وقته. انت مش داري ايه اللي بيحصل في البلد ولا مستني لما تفرقع كلها؟ انت ضابط مباحث، عارف يعني ايه ضابط مباحث؟ عارف يا فندم. لا ما انتش عارف. لو كنت عارف ما كنتش اتجوزت دلوقتي. ضابط المباحث لازم يكون يقظ نشط مخه شغال. شغال يا فندم. وانت يا حسين فيه. انا مش عاجبني احوال القسم يا عيشتك لو ما جيتش بدري النهارده. ما كنت طول عمرك. بعدين بعدين. ايه؟ في ايه يا ولد؟ لا 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 مفيش حاجة بقى. انت اتكلم في ايه؟ اصل المدام بتاعت سيادة المقدم كانت على التليفون يا فندم.
وكمان مش سايباك تشوف شغلك؟ لا لا لا، انا ما يعجبنيش الحال ده. ضابط المباحث عندي لازم يكون يقظ نشط مخه عمال شغال. شغال عمال اهو كل واحد. ما علينا. وانت هتمامور؟ نعم يا فندم. انت عندك كم واحد في السجن ده؟ ثلاثة بس يا فندم. ثلاثة؟ ثلاثة؟ اسم طويل عريض زي ده ما فيش غير ثلاثة مساجين. طبعا ما انتوا شايفين شغلكوا قاعدين زي تنابلة وسايبين المجرمين على كيفهم يبرحوا في البلد. خلوهم ايه يا فندم؟ بالذمة ما انتش مكسوف من نفسك يا حضرة المأمور؟ ولا انت عريس جديد زي رئيس المباحث بتاعك؟ لا يا فندم، انا طلقت من زمان. يعني فاضي؟ طب لما انت فاضي امال الحجز بتاعك مش مليان مساجين ليه؟ البيت يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم. تمام يا فندم، تحت امرك يا فندم. اموري يا فندم. عارفه انا نفسي في ايه؟ طاجن قلقاس في الكوارع يا فندم. ملعتوش. غريبة أوي، أنت معلش فيا يا حبيبي. شغل التلفزيون ده تلاقي السلوك ملمسة. انا خايفة يا حسين. وانا كمان. كمان ايه؟ ايه ده يا حبيبي؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ دلوقتي. نعم. مين؟ عاوز ايه؟ ما وصلتش ازاي؟ دي نزلت بقالها ساعة. يمكن العربية عطلت يا أخي. طيب، لما توصل ابقى كلمني. في إيه يا حسين؟ ده مدير الأوتيل بيسأل على سهر، أصلها لسه ما وصلتش. تلاقيها دايرة على حل شعرها. بص بقى، انا كنت بسمعها بتكلم رجاله كتير. انا مش فاهمه ازاي تتجوز واحده شوارعيه بالشكل ده. انت لازم تطلقها يا حبيبي. يا سامي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا دوق بقى وقول لي. كمان شويه كمان شويه. حاضر. انت بالصحه والهنا. عايزك تخلص الاكل كله يا حبيبي. طب خلي انت شويه كل. شوربة جميلة قوي. تسلم ايديك. مطرح ما يسري يمري. حبة حبة حبة.
كمان مش شايفه قدامي. لا لا استنى انا مش هنعرف نبوس بعض غير لما نصنطر. قوم 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 ولا باين لها اصلا. سكنتها في المكتب؟ مفيش حد بيرد خالص. ولا في البيت؟ ما عنديش تليفونه. وبعدين يا رجاله الجلسه قربت تبدا. افتح الباب يا سهر، انا لازم اروح المحكمه. انت يا مجنونه، الحاجات دي ما فيهاش هزار. الراجل هيحكموا عليه النهارده. يا معلم يا معلم. الو يا مجنونه يا اختي. هيروح في داهية. افتحي بقى يا سهر. افتحي يا حمارة. انت يا جبانة يا حيوانة افتحي. خلي عندك فم. الحرارة في الخط المقاسم الرقل سمسم تضحك له يتبسم. خلي عندك فم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ثابت ابراهيم جرجاوي بالاعدام شنقل. ايوه. ايه يا مريم؟ مالك؟ ايه؟ طب اوعي تفتح الباب انا جاي على طول. يا فتحي في ايه يا ابني؟ تمام مش هسيب طارق لما اقتلها. اقتل مين يا صايع؟ صايع روح امال انت سيبك عليها الحاج عرف اوعى. يلا يلا يا اخوي يلا يلا. حسام النهارده مش يوم، مفيش بينا كلام. Thank you.
الو ايوه مين عاوز الاسم قلبينك في الاسم انا من ساعه ما قعدت على مكتبك ومفيش بلاغ جالنا لاي حاجه يعني عفريت ازرق اللي اتصل بيا يا فتحي لا تلاقي حد بس بيهزر معاك ومين اللي هيهزر معايا في ساعه زي دي ما هي دي بقى ساعه الهزار يعني ايه هو النهارده يوم مين يوم سهر وكان مزاجي عالي قوي لغايه لما جالي التليفون النحس ده خلاص تبقى بانت مريم هي اللي اتصلت طبعا هتعملي لي نايمه قوم يا ست هانم حسام ايه اللي رجعك يا حبيبي انت مش قلت انك هتبات عند سهر هو كمان يا مريم الهزار وصل للشغل زمايلي يقولوا عليا ايه دلوقتي خايف من زمايلك ولا خايف منها اخاف منها ليه انت عارفه انا مش عاوز مشاكل عاوز ابعدها عنك خلاص يا حبيبي وانا بعدتها عني الليله وعنك انت كمان خليها بقى تبات لوحدها ما اقدرش يا حبيبتي اسيبها تبات لوحدها مهما كان مراتي يا سلام يعني هي مراتك وانا مش مراتك يعني ما يهونش عليك تسيبها لوحدها ويهون عليك تسيبني انا لوحدي يعني ايه بقى بتحبها اكتر مني يا حبيبتي صدقيني الفكره اللي في دماغك دي غلط خلاص صلح لي الفكره الله 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 كنت عارفه ان التليفون ده اوانت عشان تيجي تبات في حضنها احلف لك بايه انا ماليش دخل بالموضوع ده انت ايه اللي جابك هنا واحد مش عايزك مش طايقك سابك وجالي انا يا غلسه خلي عندك شويه كرامه كرامه ما كان نايم في حضن مراته وحبيبته وجيتي لطشتيه اللي اختشوا ماتوا يا اختي يا ناس بطلوا بقى اللي بتعملوه ده وخلينا نخلص من وجع القلب يلا حبيبي قدامي يا بابا بيتك بيتك يا حبيبي عن اذنك يا مريم عن اذنك يا مريم خليك يا اخوي خليك مش وراها زي الدلدول اقلع 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 سمم الاول بعدين نبقى نقلع بقول لك ايه ما تعفرتنيش انا العفريت تزق بتتنطط في وشي اقلع وايه البوت اللي انت لابسها دي مزاجي بقى انام بالبوت مفيش مزاج يما القمر على الباب نور اناديله يما ارد الباب ولا انا اديله اناديله اما يما ايوه اما يما ايوه ايوه يا فندم يا فندم احنا بنحاول نتصل بيه في البيت محدش بيرد خلاص يا فندم انا هروح له بنفسي ايوه فتحي انت فين يا اخي دوختنا عمالين نتصل بيك من الصبح محدش بيرد انا كنت بره اصلي في ايه الباشا مدير الامن قالب عليك الدنيا وعايزك دلوقتي حالا دلوقتي دلوقتي ايوه دلوقتي دلوقتي يظهر في حاجات جديده حصلت طب روح انت انا هحصلك بس ما تتاخرش سمعت كل حاجه ومفيش نزول الليلات يا قاتل يا مقتول الباشا مدير الامن عاوزني ضروري الباشا مش عايزك يا حبيبي ده ملعوب من العقربه اللي اسمها مريم يعني انت ما سمعتيش فتحي وهو بيقول كله اوانطه متفقين مع بعض زي ما لعب التليفون عايزه تبيتني بحسرتي اللي لازم ده بعدها يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك لو نزلت من هنا مش هتنزل على رجلك هتنزل على ظهرك يلا يا بابا يلا يا حبيبي مش فاضيين
يعني ايه رحت وبلغته؟ امال ما جاش معاك ليه يا حضره الضابط؟ يا فندم هو قال لي انه جاي ورايا في السكه. اصل يا فندم كان في وضع مش ظريف. معناها ايه كان في وضع مش ظريف؟ يا سعاده الباشا، واحد وفي بيته في ساعه زي دي هيبقى بيعمل ايه يا باشا؟ وعلى العموم هو زمانه جاي في السكه. هو ساكن فين؟ ساكن في جليمه باشا وفي الابراهيميه. يعني ايه مش فاهم؟ حدد. ساكن في الاثنين يا باشا، عنده بيتين. ليه؟ هو غني للدرجه دي؟ لا يا باشا مش غني ولا حاجه. هو سعادتك عنده بيت ومراته الثانيه عندها بيت. ليه؟ متجوز اثنين؟ ايوه يا باشا متجوز اثنين، والليله دي بقى ليله مراته الثانيه. ده ليلته سودة، وده هيشوف شغله ازاي ده. خد قوه معاك وروحوا هاتوه زي ما تلاقوه بسرعه. تاني يا فتحي، عايز ايه يا فتحي؟ ما قلت لك جاي. المرة دي بقى اخويا غصب عني جاية من فوق، مدير الأمن عايزك زي ما أنت كده. لا ما أنا داير حالي. لا مفيش لبس، خدوه. مش يعني ايه يا فتحي؟ هو كده. يعني ايه يا فتحي اللي بتقوله ده؟ هو عايزك كده. فتحي! يلا أنا مش عايزك كده يا فتحي. هو عايزك كده. لا يا طاهر! تمام يا فندم. ايه ده؟ انت ازاي يا فندم تدخل عليا مكتبي بالمنظر ده؟ انا يا فندم قلت لهم البس حاجه، قالوا سيادتك امرت يجيبوني زي ما انا. لانك ضابط مستهتر، ما بتحترمش الاوامر. انت مش رحت له يا فتحي؟ ايوه يا فندم رحت له، بس الظاهر ساعتها كانت عنده ظروف تمنعه انه يجي. ظروف؟ ظروف ايه اللي تمنعه عن شغله؟ كلنا عندنا ظروف، لكن الشغل شغل. أنا آسف يا فندم. أنا المرة دي هكتفي بإيقافك عن العمل وتحويلك للتحقيق. الجاي لي بالملاية قال. افتح الملاية دي. أهو ده آخر هزار النسوان والمسخرة. آخرتها أنا توقف شهر عن العمل. إيه عايزين تضيعوا مستقبلي؟ مش بعيد ابدا النشره اللي جايه، طلعوني معاش. طب وانا مالي؟ هي السبب؟ لا انت السبب. بس نكت انت وهي، ومن هنا ورايح كل واحده تلزم حدودها. كفايه بقى، واذا كان مش عاجبكم اتفضلوا يلا عشان استريح. هتطلقوا انتوا الاثنين، سامعين؟ مريم، مريم مالك حبيبتي؟ مريم حبك بورت منك لها. أنا عارفة الشغل ده إيه، ده سهواكة. طب روحي اطلبي لها دكتور بسرعة. دكتور لما يلهفها. عندها إيه يا دكتور؟ خير إن شاء الله، يظهر المدام حامل. مبروك حبيبتي. مبروك علينا إحنا الاتنين يا حبيبتي. خير يا دكتور؟ مدام سهر، انا مش عارف اقول لك ايه. لا قول قول ولا يهمك. في الواقع كل شيء بإرادة ربنا. يعني يعني بعد الفحص والتحاليل والارتراساوند اللي احنا عملناها، للاسف الحمل هيكون شيء مستحيل. ده ما بقاش في اي حاجه مستحيل دلوقتي في الحمل. في الحقيقه انت الرحم بتاعك من النوع الطفيلي، وده نوع من الارحام مستحيل ان يحدث الحمل فيه. يعني عمري ما هخلف؟ للأسف أيوه. طب أعمل طفل أنابيب؟ ده برضه هيبقى صعب جدا. يعني عمري ما هبقى أم. Thank you.
الحمد لله. انتي تعرفيني اكتر من نفسك. انتي مين؟ شفتي قد ايه سهل الواحد ممكن يروح من الدنيا ويرجع لها تاني. متكلميش كتير يا حبيبتي، انتي تعبانة. أنا عملت حادثة. ها؟ الحمد لله، جت سليمة. إيه؟ عاملة إيه؟ لا لا الحمد لله، بقينا أحسن من الأول بكتير. أنتِ كتب لك عمر جديد. تقدري بقى يا مدام مريم تريحي لك شوية، دي كانت قلقانة عليكي خالص، واضح إنها بتعزك. على إذنكم، يلا. بعد ده دي أختي وأكتر من أختي، أنا مش عايزاكي تزعلي مني يا سهر. يعني أنتِ مش زعلانة مني يا مريم؟ تعرفي ان الدنيا دي كلها ما تستاهلش اللي كنا بنعمله في بعض. انا كنت هاضيه في ثانيه. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده. كنت هتزعلي عليا؟ انا كنت مستعده افديكي بعمري. انا كنت هتجنن لما حسام كلمني وقال لي انك عملتي حادثه. ما تتصوريش انا بحبك قد ايه. فاكره يا مريم، فاكره لما كنا عايشين مع بعض قبل ما نتجوز؟ كنا اسعد اتنين، ما كناش من على أي حاجة، حتى على نفسنا. أيوة فاكرة، كانت أجمل أيام في حياتي. فاكرة لما كنت بقولك يا ريت نتجوز ونعيش مع بعض؟ بس أنتي طبعاً ما كنتيش تقصدي إننا إحنا الاتنين ممكن نتجوز نفس الشخص. ولا كنت أتصور إن إحنا ممكن نبقى ضراير في يوم من الأيام. ليه يا سهر عملنا كده؟ ليه يا مريم عملنا كده؟ صداقتنا كانت جميلة وأيامنا كانت حلوة. صداقتنا كانت جميلة وأيامنا كانت حلوة. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص بيها شكرا. إيه هلا ازيك يا حبيبتي النهارده؟ الحمد لله. على فكرة الدكتور قال لي انك ممكن تخرجي بكرة. حسام. نعم. عايز اتكلم معاك. خير يا حبيبتي. الحياة اللي احنا عايشينها دي غلط. غلط؟ ايوه. الحادثة اللي حصلت لي فوقتني، خلتني اتأكد ان احنا التلاتة مش ممكن نعيش مع بعض. احنا في ايه ولا في ايه؟ ده وقت كلام زي ده برضه؟ لا يا حسام، الحمد لله ان مريم مش معانا. لازم اتكلم معاك، لازم اخرج من المستشفى وبالي مستريح. انا مش فاهم انت عاوزه ايه. لازم تعيش مع واحده بس. يعني ايه؟ زي ما بقول مش موافق. ليه مش موافق؟ لاني ما اقدرش استغنى عنك. انا لما عرفتكم عرفتكم مع بعض وحبيتكم انتوا الاثنين.
انا ما اقدرش اتصور حياتي من غير واحده فيكم. محدش يقدر يحب اتنين، ده غلط، وانا مش عايزه اكمل حياتي واعيش في الغلط. لكن مريم صاحبتك انت ما شفتيهاش كانت زعلانه عليكي قد ايه؟ صدقيني هي بتحبك قوي. انا كمان بحبها قوي، عشان كده لازم واحده فينا تضحي عشان خاطر التانيه. هي قبل كده ضحت عشاني، جت دور عليا عشان اضحي عشان خاطرها. انت لازم تطلقني. اشمعنى اطلقك انت؟ عشان مريم محتاجه لك اكتر مني، اللي في بطنها محتاج لاب. لكن انا عمري ما هفعل. بعدين انا اقدر استحمل اعيش لوحدي. عايزة أقول لك على حاجة، صدقني عمري في حياتي ما حبيت حد قدك أنت ومريم. سعادتكم هي سعادتي، بس كنت بتحب. طلقني حسام. نعم يا حبيبتي. أنت متضايق إنك طلقت سهر؟ لا يا حبيبتي، تصبح على خير. أمال مش عارف تنام ليه؟ هنام. بقولك إيه؟ ما تيجي كده نروح نقضي كام يوم في أي حتة؟ إحنا ما عملناش شهر عسل. هنعمل شهر عسل وأنت حامل؟ طب وماله؟ أو نبتدي من جديد، يمكن نعوض الأيام اللي فاتت. هنروح فين؟ اي حته حبيبي نكون فيها لوحدين. ما احنا خلاص بقينا لوحدنا. ايه يا حسام، عماله نادي عليك ما بتردش ليه؟ في حاجه حبيبتي؟ مالك يا حسام؟ كنت سرحان شويه. سرحان في ايه بقى؟ ولا حاجة. طبعا انا جهزت لك الاكل، مش هتاكل؟ لا ماليش نفس دلوقتي. انا كمان ماليش نفس، مش عارفة ليه انا زهقت. ما تيجي نرجع البيت، انا اصلي عندي قضية مهمة. انا كمان عندي شغل، جهزي نفسك عشان نرجع على طول. انت خارج؟ اه حبيبتي عندي شغل. شغلي؟ انت مش خلصت شغل النهارده؟ وانا شغلي ليه مواعيد. سلام عليكم. وعليكم. الو. ايوه يا علي، سهر عندك؟ طيب لما تخلص النمره بتاعتها قولي لها انا جايلها في السكه. يلا باي. عايز تقول ايه يا حسام؟ انا سامعاك. من يوم ما سيبنا بعض وانا مش عارف اعيش، حياتي ما بقالهاش طعم، فاضيه. المطلوب مني ايه دلوقتي؟ انت عارفه كويس الموضوع ده انتهى خلاص، كل حاجه راحت لحالها، مفيش داعي نفتحه تاني. انا مستعد انفذ اي طلبات. ملياش غير طلب واحد، نرجع أصدقاء زي ما كنا. ما عنديش استعداد أخسر صاحبتي تاني. أنا فكرت في حل ممكن يريحك. إحنا نتجوز تاني من غير مريم ما تعرف. تفتكر النهاردة بوضع زي ده؟ بقى بعد ما كنت مراتك قدام الناس وقدام صاحبتي، عايزني أبقى مراتك في السر؟ عشان إيه ده كله؟ إذا كنت أنا رفضت جوازك. خلاص، إذا كان الجواز مضايقك خلينا مع بعض كده من غير جواز. يعني ايه؟ يعني تفضل علاقتنا وبلاش الجواز. يعني ترافقني مش كده؟ سهر،
انا حاولت كتير بس ما قدرتش. صدقيني مش قادر استغنى عنك، محتاج لك باي شكل من الاشكال. لا انت مش محتاج لي، انت عايز تنام معايا بس. انا مجرد جسم جميل هتاخد مزاجك منه وخلاص. ارجوكي ما تفهمنيش غلط. لا لا لا، ده انا فاهمك كويس جدا، بس للاسف فهمتك متاخر. للدرجات دي كنت رخيصه في نظرك؟ ما تتكلمش تاني معايا في الموضوع ده ابدا. دلوقتي ليه يا حبيبتي؟ كنت قلقانة عليك. قلقانة على ايه؟ سألت عليك في الاسم، قالوا لي انك ما رحتش. كنت في مأمورية وبعد كده رحت اجتماع في مديرية الأمن. انت كذاب يا حسين. ايه اللي بتقوليه ده؟ وغشاش كمان. انا ما اسمحلكيش. الليلة دي بس فهمت حقيقتك. مش فاهم حاجة. بس أنا فاهمة كل حاجة. أنت كنت عند سهر بتعمل إيه؟ أنا ما روحتش لسهر، وبطلي غيرة بقى، أهي سابت لك كل حاجة. للأسف سهر ما سابتليش حاجة تستاهل. ما سابتليش غير زوج أناني، ما عندوش قيم ولا أخلاق. كل اللي يهمه إنه يرضي نفسه بأي وضع وبأي طريقة. وعشان ترتاح بقى وتبطل كذب، أنا سمعت كل كلمة بينك وبين سهر. سمعت إزاي؟ هي قالت لك؟ سهر ما تعملش كده لأنها مش حقيرة. أنا كنت رايحة لها وشفتك عندها، وسمعت كل كلمة بينك وبينها. أنت أصلك مش فاهمة حاجة. أنا سهر صعبان عليا. أنت اللي صعبان عليا. حسام، زي ما طلقت سهر لازم تطلقني. انت نسيتي اللي في بطنك؟ لا مش ناسيه، ولا هقدر كمان انسى حبي ليك. لكن انا نيتك ضيعت علينا حاجات حلوه كتير. افتكرت انك شهريار لما لقيتني بتخانق عليك انا وسهر، ورديت غرورك على حسب مشاعرنا، وضيعت صداقة العمر اللي بيني وبينها. احنا الاتنين افتكرنا ان احتياجنا الراجل اهم بكتير من صداقتنا لبعض. طول عمري احلم براجل احب، وعايش معاه احلى قصة حب في الدنيا، وسهر كمان طول عمرها بتحلم براجل يحميها من الحياة الصعبة اللي عاشتها. لكن للأسف لا قدرت تعيشني قصة الحب الجميلة، ولا قدرت تحمي سهر. حسام اللي بيعوز من الدنيا كل حاجة بيخسر كل حاجة. خلاص رجعنا لبعض تاني.